القوتين الحقيقيتين الموجودة في الشارع البعث والناصريين والناصريين وحركة القوميين العرب. نعم. حركة القوميين العرب والناصريين. نعم. يعني اتجاه متقارب. نعم. برغم الخلافات اللي حصلت بين حركة القوميين العرب والناصريين بعد 64 بحكم القرار الدمج يعني للفصائل. نعم. لكن الماركسيين كان عندهم موقف متميز لكن لا يشكلوا ثقل. نعم. يشكلوا أفكار وآراء وما يشكلوش يعني جسم في الصدام. اللي كان يمثلوا جسم في الحقيقة في الصراع البعث وحركة القوميين العرب والناصريين، هذا الذي حاصل.